السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو الثاني ضمن الأوبجكت، الفيديو الثاني ضمن البارت 3 واللي هو البارت الأخير ضمن الأوبجكت أورينتد بروجرامينج للغة البرمجة بايثون. بهذا الفيديو راح نتكلم على الكلاس اللي سبق وأن أشرنا إليه بالفيديو الأول، اللي هو الكلاس اللي راح نسميه كلاس جيم. كلاس جيم هو الإكزيكيوتبل كلاس اللي راح ينفذ لنا مجموعة الكلاسات والأوبجكتس اللي كوناها بالدروس أو بالبارتات السابقة. اوكي، خلينا نبدأ نشتغل. ندخل على الفولدر مالتنا اللي هو سميناه جيم، بعدين نروح على جيم اللي انا هنا سويت لك اياه. راح هنا نشوف مثل ما تشوف، انا هنا مسوي لك اياها بالخطوه الاولى، عامل امبورت الكل للكلاسز اللي سويناها بالبارت بالدروس السابقه اللي كلها راح نحتاجها هنا. اوكي، مثل ما تلاحظ الفايترز، السب كلاس جين لي جوي، وكذلك البلاير. نسوي الكلاس مالتنا اللي هو راح يكون كلاس جيم اوبجكت. اوكي، اول ميثود راح نضيفها اليه نسميها ميثود سيت اب. اوكي، سيلف مثل الميثود سيت اب. ايش راح يسوي لنا؟ راح يسوي لنا الاوبجكت للبلاير ويسوي لنا اوبجكت المن للفايتر. فراح تكون اول خطوه سيلف، سيلف راح يكون بلاير، راح يكون equivalent to بلاير موديل مالتنا. اوكي، هذا الاوبجكت الاول. الاوبجكت الثاني راح يكون فايتر. فايترز راح نسميه، لان تعرف احنا عندنا اكثر من فايتر، اكثر من مقاتل. الاول مقاتل، الاول راح يكون لي. اوكي، المقاتل الثاني راح يكون جين. اوكي، والمقاتل الثاني راح يكون جوي. اوكي، زين، صار عندنا هذا الاتريبيوت اللي هي سيل فايترز اللي يضم جميع هذا الاوبجكت. مثل ما تعرف هذه هي الاتريبيوت اللي هنا، هي الفاليو مالتها ليست، واعتقد تعرف شنو الليست. زين، ننتقل نسوي لنا ميثود اخرى راح نسميها جيت next. عفوا، next get next fighter. اوكي، هذا راح يسوي لنا return راح تكون near self fighters pop. زين، هنا انا عندي طرف هذه الاتريبيوت مالتنا هي عباره عن list. احنا ايش راح نسوي هنا؟ هاي السيلف فايترز باب اللي هي هذا الباب اللي هي فانكشن فانكشن موجوده وين ضمن الاوبجكت اللي هو الليست اللي هو بلتن اوبجكت. ايش راح نسوي لنا؟ بنسوي باب راح ترجع لنا هذا الاوبجكت اللي هو الاندكس جت زيرو، بعدين ترجع لنا هذا الاوبجكت، بعدين ترجع لنا هذا الاوبجكت. بس هنا راح تواجهنا مشكله، انه في حاله هذه رجعت لنا في اوبجكت او اندكس ما موجود، راح تعطينا شنو؟ ايرور مسج. راح اشوفك شنو يعني شلون تعطينا ايرور مسج. راح ندخل هنا، خلينا نسوي بايثون. زين، سوينا ليست راح نسميها مثلا، على مود تعرف انا مين جبت هاي الايرور مسج، نقول مثلا واحد، هاي الليست مالتنا. اوكي، اوبس. زين، اذا سوينا ليست قلنا باب زيرو، زين راح تعطينا واحد. اذا عدناها نفس العمليه راح تعطينا شنو؟ مرر ايرور مسج. شنو معناها اندكس ايرور؟ زين، احنا لازم شنو نسوي هنا؟ نسوي تراي اكسبت. اوكي، تعرف هاي معناها شنو يعني تراي اكسبت. فراح نجي هنا، راح نسوي تراي اكسبت. خلينا نسوي لها هذه كوي. اوكي، راح نسوي تراي اكسبت بيست. اوكي، شيرين في حالة هذه. هنا راح يصير عندنا اكسبشن مالتنا، راح يكون راح اسوي لك اياها، ابسط لك اياها هنا، راح يكون ان اندكس ايرور. زين، راح يكون ريتيرن فاليو مالتنا شنو؟ ريتيرن. احنا هنا محتاجين نان. ليش محتاج نان؟ لان انا بالمستقبل راح اسوي كومبيرسن. زين، راح اسوي كومبيرسن، فمحتاج نان. نان هي على العموم بالنسبه للاف والوايل هي فولس. زين، فهي فولس. زين، فهسه كملنا الجيت نيكست فايتر اللي راح نحتاجها هنا. يعني بما معناه هنا راح ايش يصير؟ السيلف فايتر مالتنا راح يصير equivalent to self get next fighters. اوكي، زين، هنا راح نسوي ميثود اخرى راح نسميها مثلا fighter turin. راح اتركها هذه للفيديو القادم، راح اسوي اتركها باس، راح اسوي لها بس باس. زين، راح اسوي ديف واسميه مثلا بلاير، راح تكون تيورين هم ايضا راح نتركها للفيديو القادم بس. ونسوي ميثود اخرى هم ايضا راح نتركها للفيديو القادم، بس انا اكتب لك اياها هنا. كلين اب، كلين اب، نتركها للفيديو القادم. زين،
فشو صار عندنا؟ صار عندنا نشوف ايش كم ميثود. ذا الميثود ما لك علاقه بيه، راح نسولف عليهم بعدين بالفيديو القادم لان اهم ميثود. صار عندنا ميثود، صار عندنا سيت اب، صار عندنا جيت نكست، صار عندنا سيت اب. اوكي هسه كملنا هذا الموضوع، نجي نسوي الميثود مالتنا اللي هي ديف سبيشال ميثود. اوكي زين، راح نستدعي السيت اب. اوكي ونسوي هنا انا وايل في حالة انه السيلف، عفوا في حالة السيلف بلاير هيد بوينت، اند راح تكون عندنا هنا الاخ سيلف فايتر اور سيلف فايترز. زين في حالة انه سيلف، في حالة انه الهيد بوينت موجودة والفايتر او الفايترز موجودين، في هاي الحالة ايش راح نسوي؟ راح نقول برينت، راح نقول له برينت سيلف بلاير، اعطينا معلومات عن هذا اللاعب اللي جاي يلعب. ثاني شيء ايش راح نسوي؟ سيلف راح نقول فايتر تيورنون، شغل الميثود هذه، راح نقول له سيلف، راح نقول له بلاير تيورنون، هاي الميثود كنا راح نشغل، راح نقول له سيلف، راح نقول له كلين اب تيورنون. اوكي هذه بالنسبة لللوب اللي راح نحتاجها باللعبة على مود اللعبة مرة تستمر. هنا هو شنو معناه؟ معناها انه في حالة انه اللاعب عنده بوينت، او وكذلك في حالة انه هنالك اكو فايتر زين موجود، في هذه الحالة راح تستمر هذه العملية، راح هذا اللوب مالتنا يستمر، يعني الفانكشن الميثود راح يستمر بالتشغيل. زين في حالة انه اف سيلف بلاير هيت بوينتس، في حالة انه هذه موجودة الهيت بوينتس، يعني البلاير مالتنا هيت بوينتس، خلصنا من اللوب، طلعنا من اللوب، وهاي البلاير عنده هيت بوينتس، معناها شنو برنت؟ شو نقول له؟ نقول له يو وين. اوكي زين الف الف في حالة انه سيلف فايتر زين اور سيلف فايترز، في حالة ذني موجودات، يعني معناها لا صاحبنا مش بينغلط. زين ايش راح اكتب له؟ يو لوز. اوكي وبهذا هو هذا بالنسبة، هذا بالنسبة لاخر فقرة بالكلاس جيم. بالفيديو الجاي ان شاء الله راح نتكلم على ذني الميثود ثلاثتين، راح نقسم على فيديو نشوف شنو شلون راح نشتغل بذني الميثود. اتمنى ان الفيديو عجبك، اذا عجبك اعمل لايك، اذا عندك اي سؤال ممكن تترك اي كومنت بالشانل بالقناة، اشترك بالشانل حتى الفائدة عم تاخذ توصل لاكبر عدد ممكن من الناس، الاكثر عدد ممكن يستفاد منها. مثل ما قلت لك اذا عندك اي تعليق او اي فيدباك او اي شيء ما فاهمه اكتبه الي بالشانل او اكتبه الي بالبيج الموجود على الفيسبوك او بالتويتر. زين لان كل موجودات بالشانل بامكانك انت تضيفني او تسوي لي فولوينج على تويتر، واكتب اي شيء بتحتاجه انت هناك وانا ان شاء الله راح اكون ممتن وراح اساعدك. وهذا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، ان شاء الله اشوفك بالفيديو القادم اللي هو فيديو جدا مهم. شكرا جزيلا للمشاهدة وفي امان الله.